السلام عليكم متابعي قناة أحداث وحقائق. في هذه الأيام اعتاد محبي كرة القدم أن تسلط الأضواء على أهداف ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، ولكن في عالم الساحرة المستديرة يوجد الكثير من اللاعبين من يمتلكون أهداف ومهارات رائعة قد تتفوق على أساطير كرة القدم. في هذه الحلقة سنشاهد معكم 10 أهداف للساحر الكروي زلاتان إبراهيموفيتش التي أدهشت أغلب من شاهدها. نتمنى لكم مشاهدة ممتعة.